هذا اليوم هو الذي نحتفل فيه بولادة النص المؤسس لعلاقة غير مسبوقة في تاريخنا القديم والحديث. هذا اليوم هو تواصل انتصارنا على الإرهاب الذي حاول عبر اغتيال شهيدي الشعب والمجلس الأخوين شكري بالعيد ومحمد البراهمي إيقاف مسلسل التحرر الفكري والسياسي الذي يجسده دستورنا. هذا الدستور الذي نحتفل به اليوم. كلنا نعي أن الطريق ما زال طويلا وأن البناء ما زالت عملية شاقة لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا ولتصبح مؤسساته الديمقراطية جزءا من تقاليد الراسخة. لحظة تاريخية انتظرها التونسيون وفرحة عارمة غمرت مدرجات المجلس التأسيسي في تونس إثر المصدقة النهائية على الدستور الجديد بعد مخاض سياسي صعب دام عامين. 100 نائب من أصل 217 صوتوا بنعم للدستور الجديد مقابل رفض 12 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت. قبول بأغلبية كاسحة عكست حجم الوفاق الحاصل حول الدستور الذي يؤسس لدولة ديمقراطية. الدستور هذا باش تفتخر به معناها الجيل الحاضر والأجيال القادمة نفتخر به معناها لأنه في الثورات العربية الكل ما لقيناش حتى بلاد عملت التمشي اللي صار في تونس خاطر كل ثورة فيها صعوبات كبيرة باش نرجع إلى الاستقرار والبناء. أما الرافضون لمشروع الدستور الجديد فقد برروا رفضهم بتنكر نص الدستور لأهم مطالب الثورة التونسية وتجاهل اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع وفق اعتقادهم، كما سجل بعض خبراء القانون عدم ضمان الدستور للتوازن بين السلطات. ما يحققش أهداف الثورة، بعيد كل البعد على ما كان يتمناه أغلبية الشعب التونسي والأغلبية الساحقة من هذا الدستور. بعد ثورة، بعد ناس قدمت أرواحها، بعد جرحى، بعد شهداء، وصلنا إلى نظام سياسي على الأقل على مستوى النص الدستور يعطي للبرلمان القادم صلاحيات لا يمكن أن نردحها بأدوات الرقابة المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية. الآلاف من المراقبين المحليين والأجانب تابعوا عملية المصادقة النهائية على الدستور الجديد، وقد توافقت أغلب آرائهم حول الإشادة بما ضمنه الدستور من حقوق وحريات ومبادئ عامة تؤسس لدولة ديمقراطية حقيقية. باب الحقوق والحريات وكل يعني الأبواب الأخرى اللي عندها علاقة بالحقوق والحريات كما باب القضاء، كما الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية، توطئة زادة فيها عندها علاقة بالحقوق والحريات، هذه الكل معناتها نجم نقوله أنه إيجابي وأنه فما تطور نحو الأفضل. ميلاد دستور جديد للتونسيين بعد الثورة اعتبره أغلب المراقبين نجاحا باهرا في تجاوز أصعب خطوات الانتقال الديمقراطي. شبه إجماعا على التفاؤل بالدستور الجديد بعد المصادقة عليه، دستور حاز على ثقة الإسلاميين الحاكمين وخصومهم العلمانيين على حد سواء لتطوى بذلك أعقد صفحات الانتقال الديمقراطي. من مقر المجلس التأسيسي بتونس العاصمة، توفيق العياشي، الحرة.